نعم، تفضل بالبقاء معي. سينضم إلي مشاهدينا الكرام العميد عبدو مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة. أهلا وسهلا بك سيادة العميد، ونهنئك بالعيد 33 للوحدة اليمنية، وما الذي يمكن أن يقال في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخي العزيز، شكرا لضيوفك الكرام، وشكرا لقناة عدن الفضائية، القناة المتميزة والرائدة، والذي فعلا تشارك أبناء شعبنا اليمني احتفالاتي بالذكرى 33 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية في 22 من مايو. أخي العزيز، بداية أيضا يسعدنا ويشرفنا أن نرفع لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وكذلك أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والأخ وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة قائد العملية المشتركة، ولكل الأبطال المرابطين في ميادين القتال وفي كل الطهور وفي كل المعسكرات في أرجاء الوطن اليمني، كما أننا أيضا نقدم التهاني القلبية الصادقة بمناسبة العيد 33 للوحدة اليمنية المباركة لشعبنا اليمني في كل أرجاء الوطن. أخي العزيز، نحن نمر في ظرف استثنائي منذ 8 سنوات، وهذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر لكل المقاتلين الأبطال تجاه تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية، وأن يتحرر الوطن اليمني، وأن تعود هذه المناسبة وقد تحققها لشعبنا اليمني الأمن والاستقرار والرخاء. أيضا أخي العزيز، المؤسسة العسكرية ونحن في القوات المسلحة نشيد بتلك الاحتفالات التي يقيمها أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج وفي كل أيضا المؤسسات الحكومية وأيضا في كل المحافظات اليمنية بهذه المناسبة الغالية على قلوب اليمنيين جميعا. تحية لفخامة الأخ الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأيضا لكل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وكل أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة هذه التهاني بهذا العيد وبهذه المناسبة. نخص أيضا كافة الإعلاميين أيضا في قناة عدن الذين فعلا عاونوا هذه المناسبة كل اهتمامهم. نعم. أخي العزيز، أيضا هذه المناسبة 22 من مايو هي أفضل ما أنجزه اليمنيون في تاريخهم الحديث، حيث مثل هذا الحدث العظيم خلاصة النضال للحركة الوطنية على كل الجغرافيا لليمن السعيد في كل أرجاء الوطن. ولقد أثبت الشعب اليمني بهذا المنجز الهام أنه قادر على حماية هذه الوحدة والمحافظة عليه، والتي هي تعتبر الحدث الأبرز في تاريخ شعبنا اليمني للتحرر من الأنظمة الاستبدادية والاستعمارية. العالم اليوم يدعم وحدة اليمن، وأيضا وهناك أيضا التأييد والبيانات والتصريحات الإقليمية في كل المحافل الدولية، والتهاني أيضا الذي وجهت لشعبنا اليمني ولقيادتنا السياسية والعسكرية. العميد عبدو مجلي الناطق الرسمي للقوات المسلحة، شكرا جزيلا لك.